يعني تاريخ وحاضر. حاضر مش بس تاريخ. حاضر. اوكي. ماشي. كابتن سيد، قول لي. جمهور الاهلي بقى بحسسني ان بطوله افريقيا دي بالنسبه له زي الدوري، لما يخسرها يزعل. يعني كسبها 10 مرات فبقى بتاع كل سنه عايز يكسبها يروح كاس العالم. يعني فاهم، بيتعامل مع افريقيا دلوقتي انه ازاي يخسر افريقيا. اخر 6 سنين واصل فاينل 5 مرات، كسبان 2 منهم، فبقى متضايق دلوقتي جدا انه خسر مثلا بتاعت الوداد. فعنده طموح انه يعني الدوري المجموعات ده بالنسبه له يعني احنا بنهزر يعني. انت شايف كده؟ لا، هي مش حكايه كده. انت التعامل بتاعك بيبقى بناء على النتائج. النتائج، شوف اخر 5 سنين انت بتعمل ايه. الموضوع بالنسبه لك ماشي بشكل كويس جدا، بتبدا دوري المجموعات بشكل كويس، يمكن في يوم سنه او سنتين تتاخرت شويه، بس برضو خلال الدور الثاني بتقدر ترجع وترجع بشكل كويس. فانا شايف ان يعني بطوله افريقيا السنه دي يعني نفس الفرق القريبه اللي انت عمال تقابلهم خلال 3 4 سنين اللي فاتوا، سان داونز والهلال، وهي ماتشات، هي دي الماتشات اللي بتبقى صعبه شويه بره ملعبك. يعني لو اتكلمنا على ماتش الهلال مثلا، انا بشوفه ماتش صعب عن النادي الاهلي. يعني الحاجه الوحيده الايجابيه فيه ان هو بدون جمهور. السنه اللي فاتت برضه كان بدون جمهور وانا ما كسبش. بس وانا يعني انا برضه صعب حتى بدون جمهور. وانا النهارده برضه بقول لك، يعني انا وجهه نظري اما تسالني على توقعي اقول لك هيخرج تعادل. يعني ممكن النادي الاهلي مش سهل برضه هيلعب على ارضه حتى لو بدون جمهور، بس ومعاد الماتش الظهر بقى. خروجك بتعادل من الهلال في السودان انا شايفه نقطه ايجابيه، مش وحشه، وخصوصا ان هي اول مباراه. اهم حاجه المنافسين بتوعك في المجموعه بالذات ما تخسرش منهم، عشان خسارتك منهم دي بتدخلهم بدري. فالهلال خسران المباراه الاولى، اما تتعادل معاه حتى خلاص انت برضو ترجع تلعب على ملعبك الماتشين تكسبهم، يبقى انت قربت بشكل كويس جدا. فانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله يعني تبقى بدايه كويسه. انت راجع من كاس العالم للانديه، النقطه السلبيه شويه ان انت لاعب 4 ماتشات خلال 10 ايام بس الرد رايح اسبوع اهو، والراجل حلها برضو بامانه بالتدوير. بالتدوير الكتير اللي عمله بين اللعيبه، بس في اسبوع متهيألي دلوقتي من ماتش اسبوع فلامينجو لغايه السبت، وانت التدوير ده نفعك، يعني نفعك في بعض اللعيبه. في بعض الغيابات، انما اظن لا، النادي الاهلي عنده القدره كمان انه يرجع بنتيجه ايجابيه وتبقى بدايه جيده بالنسبه له. اما بالنسبه للمنافسه كلها، انا بشوف ان بطوله افريقيا اخر سنتين ثلاثه يعني ابدا كويس هتكمل للنهائي. يعني نبدا دوري المجموعات بشكل كويس، هتاخد دفعه قويه، وهتكمل للنهائي. يعني انت المجموعه بتاعتك فيها فرق كويسه كتير، فانت صعودك من المجموعه دي يعني لما بيبقى معاك فرقتين ثلاثه منافسين ليك، دي بتبقى نقطه حلوه جدا. ان انت بعد كده بتقابل فرق ممكن منافسه، بس طالما اقوى فرقتين مثلا معاك في المجموعه خلاص الموضوع بيبقى قريب يعني. طب كابتن احمد عيد، قبل ما استعرض القائمه اللي اختارها كولر النهارده وسافرت للهلال، اداء الاهلي الاخير، يعني سيبك حتى نختلف ونتفق في النتائج في كاس العالم، سيبك من ده، بس الاداء الاخير بتاع الكولر اخر مثلا 5 6 ماتشات للاهلي، يديك انطباع ان ممكن الاهلي يكسب الماتش ده؟ بص، هو خلينا متفق معاك ان الماتش صعب جدا. يعني احنا متفقين ان الماتش صعب جدا حتى لو من غير جمهور. الاجواء هناك واللعب الساعه 3 وارضيه ملعب مختلفه عن الارضيه اللي الاهلي كان بيلعب عليها اخر ماتشات، يعني واجواء وكل سواء حاجه، هنا او في المغرب، هنا او في ايوه بكلمك هنا او في المغرب، وفي المغرب خصوصا بقى اجواء البطوله وعندك طموح اعلى بكتير ان انت تحقق حاجه في كاس العالم للانديه. فالموضوع الماتش صعب. اداء الاهلي اخر فتره احنا اتكلمنا فيه، انا قلت ان في تطور بالنسبه للراجل بيخلق في الملعب شغل هجومي. الصراحة الأهلي بيبقى عنده خطورة بشكل كبير جدا حتى في الماتشات الكبيرة. راح كذا، يعني في الماتشات الأخيرة، ماتش فلامينجو وماتش ريال مدريد، حتى ماتش ريال مدريد راحوا للهجوم بشكل كبير، وبيبقى عنده كثافة في الحتة ديت. هي دي ميزة في النادي الأهلي. وخلي بالك، هو زي ما سيد بيقول، البدايات بتفرق كتير جدا. خلي بالك، أكتر سنة في ال3 سنين اللي فاتوا الأهلي كان متعثر فيها السنة اللي فاتت. لو شفت النتائج، الأهلي اتغلب رايح جاي من صن داونز، وتعادل مع الهلال في السودان، يعني خسر برضه مجموعه بنات. ان يعني هو لو الاهلي مثلا ماتش المريخ، الماتشين مش في القاهره، كان ممكن تعمل له مشكله. يعني الماتشات ديت فرقت. فالاهلي كانت اكتر سنه ما اشتغلش فيها في المجموعات بشكل كويس. كان اسوأ فعلا، او اسوأ مره، يعني اسوأ مره كامل فيها الفاينل كان فيها مستوى كده في دوري المجموعات. ايوه، بقول لك، هو الميزه ان الاهلي كمان كان عنده الماتشين المريخ هنا،
في مصر، ونفس الكلام برضو ماتش الهلال كان من غير جمهور هناك، برضو الجماهير بتدي دفعه كبيره، والموضوع بيبقى مش سهل يعني على لكن اقصد الفرق. فنيا السنه دي الاهلي افضل فنيا، افضل من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت على في افضل من السنه اللي فاتت، خلي بالك الاهلي افضل من السنه اللي فاتت، وممكن يكون افضل من السنه اللي قبليها كمان. تمام، ده يديك انطباع انه ممكن يعمل نتيجه ايجابيه اكتر يعني، غير الكابتن سيد بيقول ان التعادل ممكن يبقى ايجابي مع ممكن، هو كل شيء وارد، بس هو ده خلي بالك هناك احنا كلعيبه لعبنا هناك في السودان، ولعبنا ممكن تكون لعبت بجمهور ولعبت من غير جمهور والحاجات ديت، الاجواء صعبه هناك، الاجواء صعبه في الملعب، ملعب الهلال نفسه حتى لو من غير جمهور، وستايل لعب فرقه الهلال كمان هناك على ملعبهم موضوع مختلف، هم متعودين بيلعبوا في التوقيت ده كمان يعني، في توقيت الظهر ده هيبقى الماتش صعب جدا. فهو الماتش كبدايه للاهلي وتعادل بالنسبه له يبقى كويس، وعادي النتيجه مفتوحه على كل الاحتمالات يعني، ممكن الاهلي يكسب، ممكن يخسر، ممكن يعني الماتش صعب بس الصراحه. بس انت شايف الاقرب التعادل برضه. التعادل برضه. طيب خلينا نقول للقائمه اللي اختارها المدير الفني كولر، وبرضو في بعض العلامات استفهام على المستبعدين. الشناوي، علي لطفي، وحمزه علاء، خط الدفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد اشرف، نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، القندوسي، مروان عطيه، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد، طاهر قفشه، احمد عبد القادر، كهربا في الهجوم مع محمد شريف وشادي حسين. صافي مش موجود، ايمن اشرف مش موجود، كريستو مع منتخب الشباب التونسي مش موجود، بجانب طبعا المصابين عمرو السوليه مصاب، بجانب الثلاثه اللي هو مصطفى وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وكريم فؤاد واكرم توفيق. القايمه انطباعك عنها حاجه ولا طبيعي؟ لا طبيعي جدا. الاسماء ما فيهاش اي اختلاف تماما يعني، طبيعي جدا. ما يعني ما فيش حد من القايمه، دي اللعيبه اللي سافرت. ما فيش هو ما اعلنش، بتاع الاهلي ما اعلنش قوائم ولا حاجه، بره التشكيل قبل الماتش على طول. ما فيش حد من الغايبين اللي بره القايمه، كنت مستني ان هو يبقى جوه وهيلعب او هيبقى موجود بشكل اساسي. بمفهوم صافي. بما فيهم خلاص يعني، مش بعد كاس العالم مثلا يضمه او حاجه. لا ده بالعكس تماما. يعني كاس العالم هيزود ابتعاده. هيزود ابتعاده عن الفرقه. هو شادي مش هيلعب. يعني هو شادي ما خدوا معاه. في ناس ثانيه قالت ان هو عنده حاجه في ركبته برضه، عشان حقه يقال برضه. وحتى لو سليم عنده ايه؟ عنده حاجه في ركبته. وحتى لو سليم هو مش هي يعني، انا اظن ان هو بتاع ده على القايمه خلاص. هو ده كلام اتقال رسمي. ما يتقال، ما يتقال، يتقال عادي. تاخدوه؟ الله الغني. طب تاخدوه بدل كان سامسون؟ لا ولا الاثنين يعني الاثنين يرجعوا على الدوريات اللي جايين منها، من فنزويلا ومش عارف من بوليفيا. من بوليفيا. ما هو البلدين تحس نفس الاسمين. نفسي اتكلم في نقطه والله، الواحد في حاجات كده يعني، ايه المنطق ان انا اجيب لعيب من الدوري الفنزويلي او الفنزويلي او البوليفي، هيكون عمل ايه يعني الدوري ده؟ يعني هو لو يعني جامد يعني مش هيلعب في دول، هي بلاد المافيا، مش هيوصل للحته دي ابدا. مستحيل يعني، يعني لا يمكن يعني، ممكن يروح الصين ولو جاب 100 جون. ولو جاب 100 جون في الدوريات دي برضه مش هيتشاف يعني، ايه اللي طبيعي.